طيب طلب بناء على كل الكلام اللي احنا قلناه ده، تعال نشوف مصطفى الجويلي عامل ايه في المجله تعالى استاذ وكاتب ايه وجدي في زين الدين. المانشيتات بتاعت المجله. استاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير طبعا، استاذ وجدي طبعا كان هو رئيس رئيس تحرير الوفد، والهو اللي طبعا عامل. وحضرتك متواجد معاه يعني، طبعا موجود في استاذ المنظومه علي، الاعلاميه يعني، واستاذ وجدي عامل شغل 10 و10 بصراحه. ويمكن اختياري الاستاذ، استاذ علي بركه، يمكن المستشار مرتضى منصور اختار الاستاذ وجدي زين استاذ الدين. علي بركه، استاذ عبد الشافي طبعا الصوت، المستشار مرتضى منصور اختار الاستاذ وجدي الدين، لان طبعا عشان ان هو عنده فكر ان مجله النادي ما تكونش بس رياضه بس، نادي الزمالك اسمه نادي الوطنيه والكرامه، لابد ان هي تكون طبعا ان هي تدافع عن ال نقرا المانشيتات كده مع بعض. اتفضل. مرتضى الارهاب الاسود يزيد من اصطفاف المصريين وراء السيسي. رغم المؤامرات كوماندوز اليد ملوك الصلاه. الجمهوريه الجديده بوابه مصر للعالميه. وبعد كده مش شايف حاجه بعد كده. انا برضه مش شايف. فهو يمكن كان وجهه نظر المستشار منصور لما تم تعيينه، والمستشار وهو بيفتتح صح بيفتتح طبعا بالظبط، المنشات حاجه مشرفه جدا. حوالي يمكن 12 حديقه جديده، ويمكن نادي جديد خالص، يمكن منصور يعزف سيمفونيه جديده بالمنشات الفريده الفريده. تمام. والسجع شغال الله ينور. فهو المجله بقى لها مش لها دور رياضي بس، لا دور سياسي، وتتكلم عن برضك يبقى في فن وفي دين وفي كل حاجه. يعني يكون مجله مجله شامله، مجله شامله كل حاجه معتمده على الرياضه فقط. يعني بالنسبه الانشاءات خلال شهرين، اللي هو المكان الجديد اللي تم افتتاحه ده خلال شهرين، شهر بس. يعني من ساعه ما بعد الانتخابات بدأ ان هم يتعمل وشغل صحيح نار عشان يطلع بالشكل. انا كلمت المستشار مرتضى وقال لي ان هو المكان ده فيه 18 محل، 18 محل هيتم تأجيرهم، وعنده عروض كبيره جدا، وده بتخش له من جامعه الدول العربيه. ايوه. وان هيكون في المكان ده فيه كافيهات ايضا هيتم افتتاحها وكده، وقعدات عائليه وكده. انا عايز برضه يعني برضه في خبر تاني، ان هيبقى في افتتاح للنادي النهري الجديد ان شاء الله يوم الجمعه، يوم الجمعه القادم، الجمعه الجايه نادي النهري. والمرحله هيبقى في مفاجاه للاعضاء، مفاجاه كبيره جدا للاعضاء. يعني نادي 6 اكتوبر هيبقى في مفاجاه يعني كبيره جدا للاعضاء. هو المجلس شغال يعني ايه، مش الجانب الرياضي بس ولا فريق الكره بس، ولكن برضه مش ناسي دوره مع النادي واعضاء الجمعيه العموميه. دكتور اشرف صبحي طبعا كانت في النتيجه الشيء الرائع دوت، المنشات الجديده، الحدائق الجديده، ويوم الجمعه زي ما الاستاذ جويلي تحدث عن الافتتاحات الجديده في النادي النهري، حاجه فعلا تليق باسم نادي الزمالك. ولما بنقول ان مجلس مرتضى منصور حول نادي الزمالك لحاجه عالميه نفتخر بيها جميعا كزملكاويه، كلام بجد. والصوره احسن دليل وافضل يعني رد على اي شيء او يشكك في اي حاجه في في كانت المساحه دي يا خالد انت عارف كانت من العدم بالظبط. يعني ما كانتش مستغله ولا فيها اي حاجه، كان شارع اساسا لا يمتلكه الزمالك. صحيح صحيح، كان شارع على جامعه الدول العربيه، وده المساحه دي اتضافت لاصول نادي الزمالك، يعني بالزبط. زودت من القيمه الماليه مليار، حوالي مليار جنيه، مليارات يعني. مليار جنيه يعني هي قيمتها. يمكن المستشار مرتضى منصور بعت ساعتها لمحافظ الجيزه وقال له عايزين الشارع، يعني الشارع ده نظامه ايه؟ قال له لا الشارع ده مش تبعنا، ده تبعك. وقال خلاص رسمي بقى حاجه رسمي، اقفل بقى، اعمل سور، عمل سور من بره خالص، بقى الشارع تبع نادي الزمالك. هو فعلا لان كان في العقد الشارع ده تبعنا بالظبط، ولكن ما كانش له بوابه، فكان بيستغل كمحلات، وفي محلات كمحلات كتيره ما كانتش عايزه تخرج وجراج وحاجات مش عايزه تدفع فلوس. يمكن دلوقتي نادي الزمالك اللي هو الرئيسي ما بقاش فيه فرع واحد، ده بقى فيه حوالي 5 6 فروع دلوقتي. أيه. يعني مساحته يعني اللي هم الثمان حدائق او ال 12 حديقه اللي اتعملوا دول بيكفوا حوالي من 5 6000 عضو. 5 6000 عضو. وبعدين يعني برضو الامور الادبيه بقى، اللي هو تكريم الشهداء، وكل حديقه وكل مبنى باسم حد من شهداء الجيش او شهداء الشرطه ورموز الرياضه، واخرهم طبعا كان احمد الاحمر. أيه. نجم كره اليد اللي هيتعمل له حديقة باسمه برضه في نادي امبارح. صحيح، حمد طبعا من رموز الرياضيه الكبيره في نادي الزمالك وفي مصر وفي افريقيا، احمد الاحمر طبعا. يعني في شغله خالد، شغالين الناس شغاله بصراحه، ومقسمين الدنيا عليهم. لو اتعمل في اي نادي تاني بقى ببروباجندا والكلام دوت، لا
نادي الزمالك الناس بتشتغل فعلا في صمت. من ضمن الكواليس اللي حصلت في البتاع ده ان المستشار مؤتمر منصور صمم ان هو يسال الدكتور اشرف صبحي ويساله سؤال قدام كل الاعضاء. احنا خدنا من وزاره الشباب اي جنيه؟ قال لك لا بصراحه كل الحاجات دي نادي الزمالك هو اللي عاملها، لم تتدخل الوزاره في اي دخل من كل الحاجات اللي اتعملت دي كلها. وبعدين اللي عجبني برضو رمزيه حضور رئيس النادي الاسماعيلي ورئيس النادي المصري. اثنين من اكبر رؤساء. طبعا والله. طبعا. واعتقد اللي هو مشهور موجود كمان. مشهور ابنه. لان في حديقه اتعملت باسم ابنه. الشهيد ابنه. ليه ابن شهيد؟ صحيح. او موقف اللي هو مشهور. وعيط لما في الكلمه بتاعته وبكى وقال ان انا يعني سعيد جدا ان انا حاسس ان ابني دلوقتي حي. ابني حي دلوقتي. على فكره ابن اللي هو مشهور مات في حادثه بتاعت الواحات تقريبا. بالظبط. احد الحدائق الرئيسيه معموله باسم. في حديقه موجوده باسم زائد بقى شهيد منسي ومبروك بس ده بيبين لك يعني وابن محمد عمر وابن برضك شريف. شريف بقى شريف محمد عمر ابن برضك اكل دول كل موجود كمان. بقول لك رؤساء الانديه الشعبيه الكبيره زي الاسماعيلي والمصري بيبين لك والترسانه كمان جه الترسانه. يعني بيبين لك مدى العلاقه الحميميه بين الزمالك وبين الانديه الشعبيه الثانيه وان الناس يعني ايه على وفاق شديد جدا مع نادي الزمالك ودي الامور الطبيعيه اللي لازم تسود في الوسط الرياضي خير. صحيح. وده على فكره اللي هيخلق نوع من التعاون بين الزمالك او يمكن خالد كمان كل الانديه المصريه في النهايه هي منافسه رياضيه شريفه بين الناس كلها وهي رياضه. صح. يعني لا مستاهله بقى لا غل ولا حقد ولا مش عارف ولا تنشنه ولا الكلام دوت. هي العلاقات الطيبه هي اللي بتدوم في النهايه. يمكن الزمالك وجه دعوه قبل كده على لسان المستشار مصطفى منصور، وجه دعوه لجميع الانديه ان هم يقعدوا مع بعضيهم عشان ان هم يتفقوا على يعملوا لائحه بالنسبه للعيبه اللي هي ان ما فيش مثلا نادي ياخد من لمده مثلا سنتين او ثلاثه، ان اسعار اللعيبه تبقى اسعار موحده بس. ان ما فيش لعيب يروح من نادي لنادي عن طريق غير شرعي. يا راجل ده انت جون ابوكا جاب له هو لعيب ماشي كويس بس يعني المبالغ اللي بتتقال ان ام بيطالبها كان مثلا طالب كام ام بي بيتكلموا دلوقتي في 3 و4 مليون دولار كان مثلا لعيب. والله العظيم يعني انت فاكر يعني لا والله